ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا كيف استقبلت أستاذة للتلاميذ في المغرب. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رائع ظهرت من خلاله أستاذة وهي تقوم بتزيين باب المدرسة بالبالونات الملونة من أجل استقبال تلامذتها بمناسبة الدخول المدرسي، وليس هدف حسب بل قامت أيضا بتقديم الحلويات وعناق التلاميذ من أجل تحفيزهم على التحصيل الدراسي. وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين النشطاء حيث تمن الكل المجهود الذي قامت به الأستاذة، معتبرين أن تحفيز التلاميذ والتلميذات على التحصيل الدراسي يبقى من أنبل المبادرات التي ستعود بالخير على البلاد.